السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة عن موتوسيكل جالنا الورشة يعمل صيانة تشحيم وتربيط موتوسيكل من شركة تي في اس الاباتش 160. كان في ناس كتير سألتني عن الموتوسيكل ده وسألتني عن خاماته وهل الموتوسيكل ده كويس ولا مش كويس، وانا جيت لكم النهاردة في الفيديو ده علشان اوريكم الموتوسيكل واحنا حلينه، واوريكم الموتور واوريكم الشاسيه، بحيث ان انت لو عايز تشتري الموتوسيكل ده هتبقى شفته هو محلول وشفت اجزائه. وهنتكلم عن المميزات اللي في الموتوسيكل ده وعن السلبيات اللي ما عجبتنيش هنا شخصيا. بس اتمنى ان الناس بالله عليكم ما تسألونيش عن السعر، لان السعر كل يوم بسعر، ما حدش يعرف السعر ايه النهاردة. يعني انا ما اعرفش بجد السعر ايه النهاردة لان انا مش معرض، انا بتاع صيانة. ويا ريت الناس اللي بتستفاد مننا او فيديوهاتنا بتعجبها تدعمنا باللايك، ولو عندك اي تعليق اكتبه في التعليقات. طيب الموتوسيكل اللي قدامنا ده تي في اس الاباتشي 160 مش 200، بمحرك واحد سلندر على كتينة 4 صباب، نظام حقن الوقود كربراتير، مخرج واحد عادم و5 غيار، الاولاني تحت والباقي فوق. ونظام التشغيل في الموتوسيكل ده بيكون مرش ومنافلة على عكس الميتين، الميتين بيكون مرش فقط. طيب نظام التبريد بيكون مزود بسربنتينة زيت زي ما احنا شايفين كده، وعند علامة استفهام على سربنتينة الزيت ديت والكربراتير وبعض الحاجات اللي هتكلم عليها بعد ما اخلص فيديو المواصفات او المميزات في الموتوسيكل ده. طيب نوصل للشاسيه. شاسيه من المواسير، شاسيه انبوبي، الفينش بتاع الشاسيه والخامات محترمة، حتى اللحامات زي ما احنا شايفين كده متلحم، لحمات مظبوطة، مفيش بصراحة الشاسيه ده. بس الغلطة الوحيدة اللي في الشاسيه ده هقولها لكم برضو بعد ما اخلص المميزات، الشاسيه متلحم بالكامل، حتى الماسورة اللي احنا شايفينها ديت واصلة لحد هنا كده وملحومة داخل المثلثين الساق دول. لحمات الشاسيه بصراحة لحمات محترمة زي ما احنا شايفينها. طيب الشاسيه ده كويس؟ كويس. نوصل للجزء الامامي من الموتوسيكل، مساعدين امامية عدلة، وبرضه عند علامة استفهام ليه ما نزلتهاش مساعدين مقلوبة. فرامل امامية باكم، ونظام السيفت في الفرامل ده مفيش لا سي بي اس ولا اي بي اس. الجنط الامامي بيكون جنط برمق، ومقاس الجنط 17 والكاوتش 90 90. نوصل للجزء الخلفي من الموتوسيكل، الموتوسيكل هنا بيجي بمساعد واحد خلفي في المنتصف، برضه عند علامة استفهام، هو مساعد قوي بس عند علامة استفهام هقولها لكم في الفيديو. طيب الجنط الخلفي بيكون 17 والكاوتش 70 130، وعرض ال 130 كويس مش وحش، ده موتوسيكل 160 سي سي. طيب فرامل خلفية باكم، خزنة الباكم بتكون 1 بستم، والمقص بتاع الفردة الخلفية بيكون مقص من الحديد، وطقم الجر 420. طيب نوصل للكونتاك، كونتاك في سنتر لوك، يعني تقدر تسوجر الموتوسيكل من الكونتاك، والعداد هنا عداد ديجيتال كامل، السرعة بتظهر معاك ديجيتال، والار بي غير شوية اوبشنات في العداد ده كويسة جدا. الكتل بقى زرار مارش، يعني الكتلة اليمين زرار مارش، وأون ووف بطال، والنور نظام أوروبي يعني النور قايد على طول. طيب الكتلة الشمال قلق، وإشارة شمال وإشارة يمين، وعالي وواطي والرعاش. نوصل للنور، الإنارة في الموتوسيكل ده النور العالي والواطي بيكون لمبة هولوجين كبيرة، والإشارات هولوجين، والنور الصغير بيكون لمبة LED هو وفانوس الستوب. تعالوا بقى اما اكلمكم عن شوية اجزاء في الموتوسيكل ده قبل ما نتكلم في الحاجات اللي ما عجبتناش. هنا مثلا الشفاط، ده الشفاط بتاع الكربراتير، هنا جهاز البيئة وليس تربو كما يقال، او الناس بتقول ده تربو، لا ده مش تربو، التربو ده بيزود الهورس باور بتاع المكنة او بيخلي الموتوسيكل يجري، ده مش جهاز تربو، ده جهاز بيئة. وهعمل لكم فيديو عن الجهاز ده لان الهري على الجهاز ده كتير جدا. ده فلتر الهواء بيتحل من ال4 مسامير دول وبيتحل يتنضف. دي بلاطة الشحن زي ما احنا شايفينها كده. ده الكنترول او العقل الالكتروني اللي بيكون مسؤول عن كل حاجة في الموتوسيكل التي في اس بالذات، يعني مسؤول عن المارش ومسؤول عن كل حاجة في الموتوسيكل ده. وعايز اتكلم عن حاجة يعني لاحظتها، ان اغلبية الاجزاء مختومة في الموتوسيكل ده تي في اس،
اغلبيه الاجزاء إيه؟ ده يعتبر كل الاجزاء مختومه تي في اس في الموتوسيكل. حاجه من الحاجات اللي عجبتني برضو الكسوه بتاع الضفيره. شايفين الضفيره عليها كسوه عامله ازاي؟ كسوه كده تحس ان هو زي لزق الطب كده او الخيش بتحافظ على الضفيره. على فكره انا شفت نفس الماده ديت على الموتوسيكلات او على ضفاير الموتوسيكلات بتاعت زانتوس، بس كنت اتمنى ان الضفيره ديت تعدي من تحت من المكان ده كده، ما تعديش من فوق الماسوره تحت التانك، لا انا عايزها تعدي ما بين الشاسيه كده بحيث ان هي تكون بعيده عن التانك خالص. انتوا واخدين بالكم يعني لازم التاتش بتاع المصريين لازم نقول راينا برضو يعني. وحاجه من الحاجات الجميله جدا برضو، بصوا كده عايز اوريكم حاجه حلوه والله. سيكل مبطل اول، شايفين المنافله؟ بصوا كده، لا حاجه محترمه والسلانسيه مظبوط. اه هو موتوسيكل جديد، بس انت في ساعات بتشتري موتوسيكلات جديده وتغلبك في دوره المنافله وفي التشغيل وتلاقي السلانسيه بتاعها رايح في داهيه. نوصل للسلبيات والكلام اللي هيزعل ناس كتير مننا قوي، بس احنا قلنا المميزات واجب علينا زي ما قلنا المميزات نقول السلبيات. واحد، الموتوسيكل ده كربراتير، ازاي انت بتقول موتوسيكل رياضي واحنا طبعا في 2022 وتنزل موتوسيكل كربراتير؟ المفروض كنت نزلته انجكشن، علشان الانجكشن طبعا اداؤه اعلى من الكربراتير وموفر في الوقود. هتقول لي الناس مش هتعرف تشتغل او الفنيين او الميكانيكيه مش هتعرف تصلح فيه وتشتغل فيه، ما كنتش هتخسر حاجه اما تجيب فنيين وتدربهم في كل محافظه اتنين او تلاته وتعملهم مراكز صيانه معتمده، تعرفهم حساس الشكمان، حساس الايدل، حساس التي بي اس، حساس الماب، وتعرفهم كل حاجه عن الانجكشن. طيب هتقول لي البنزين، الناس بدات تشغل دماغها وبدات تمون 92 و95 والدنيا شغاله والدنيا في اللذيذ، انت نزلت الموتوسيكل كربراتير قلت انا منزله بمواصفات مصريه. لو منزله بمواصفات مصريه كنت نزلته اتنين مساعد خلفي، ما تقوليش انا منزل موتوسيكل رياضي بمساعد واحد في النص، لا منزل موتوسيكل رياضي يعني كنت نزلته اتنين مساعد مقلوب، لكن انت نزلته بمساعدين اماميه عدل، ما نزلتوش بمساعدين اماميه مقلوبه، دي نقطه. وانا بصراحه كنت اتمنى ان الموتوسيكل ده ينزل باتنين مساعد خلفي علشان الاتنين مساعد خلفي اقوى من مساعد واحد. هتقول لي المساعد ده من شركه شوا، المساعد ده من شركه مش عارف ايه، الاتنين مساعد اقوى مع المساعدين الاماميه العدله كانت الدنيا هتبقى شكلها في اللذيذ. طيب نيجي للسربنتينا اللي قدامنا دي، ايه اللي مش عاجبني في السربنتينا اللي قدامنا دي؟ السربنتينا دي عرضها 4 سنتي و2 مللي، المفروض كان اقل حاجه تكون عرضها 8 سنتي 9 سنتي بحيث ان هي تاخد مساحه اكتر فالتبريد يكون فيها افضل، لان الهواء ما يقابل السربنتينا وهي عريضه هيبرد افضل. دي النقطه برضو اللي ما عجبتنيش في السربنتينا، بس كويس في موتوسيكلات تانية موجوده لحد النهارده ما فيهاش السربنتينا. نيجي للنقطه اللي ما عجبتنيش في الشاسيه، ايه هو اللي ما عجبنيش في الشاسيه؟ انا كمحمد سامي كنت اتمنى ان الشاسيه ده يكون كامل تحت الموتور، يعني كامل من هنا كده تحت الموتور، لكن الشاسيه اخره زي ما احنا شفنا هنا كده، ودي بصراحه نقطه ما عجبتنيش. بس الشاسيه برضو كويس، خاماته كويسه والحماته زي ما اتكلمنا قلنا كويس. نيجي لنقطه برضو ناس كتير اشتكت منها، وهي نقطه ان مفيش زرار نور في الكتلة اليمين، والنقطة دي زعلت ناس كتير وناس كتير اشتغلت على تعديلها. انت يا باشا منزل موتوسيكل بمواصفات مصرية، المفروض كنت نزلت زرار نور علشان محدش يقعد يلعب ويعدل. نيجي لأهم نقطة وبجد أنا شخصيا زعلان منها، ازاي موتوسيكل بالمواصفات ديت والامكانيات ده والموتور ده وينزل بدون نظام سيفتي في الفرامل، لا اي بي اس ولا سي بي اس. طيب الاي بي اس ممكن تكون تكلفته غاليه شويه في التصنيع او في الشركه لان فيه تكنولوجيا الكترونيه جهاز اي بي اس ودنيا، المفروض كان اقل حاجه نزلت فيه نظام سي بي اس. ونظام السي بي اس نظام سهل مش صعب، اه في ناس كتير ما بتعرفش تعمل الصيانه بتاعته، بس بداوا يعملوا الصيانه بتاعته وبدا يشتغل وبدا ينتشر في السوق المصري. والسي بي اس تجربه محترمه جدا لانك انت بتدوس فرامل خلفيه، نقطه الفرامل بتتوزع 70 خلفي 30 امامي، الموتوسيكل بيكلبش منك في الارض ولا يزحف ولا الكلام ده خالص. عن تجربه واخر حاجه اتكلم فيها
هي اللمبات الهالوجين، الإشارات والنور العالي. المفروض كانت اللمبات دي تكون لمبات LED، علشان اللمبات LED نورها بيكون أوضح، موفرة للطاقة، بتحافظ على البطارية، الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها في أكتر من فيديو. وديت كانت السلبيات اللي أنا شفتها في الموتوسيكل TVS 160. طيب الموتوسيكل ده كويس ولا مش كويس بعد السلبيات اللي أنت قلتها ديت؟ الموتوسيكل اللي يعتبر أحسن الموجودين في السوق المصري، ومحدش بقول لكم في آخر الفيديو ومحدش يسألني عن سعره، لأن أنا معرفش الأسعار إيه، لكن الموتوسيكل كويس، لا ذبذبه ولا رعشه، خامات الموتوسيكل كويسه. اي موتوسيكل زي ما له مميزات له سلبيات، وفي موتوسيكلات كتير فيها سلبيات اكتر من المميزات، لكن الموتوسيكل ده عامه كويس عن تجربه. لو عايز تشتريه اشتريه، خاماته محترمه. الميزه ان قطع غياره متوفره في الشركه. طيب حد يقول لي ازاي قطع غياره متوفره في الشركه وهو لسه جديد؟ انا جالي كذا موتوسيكل كان فيه بعض المشاكل، اتصلت على الشركة عايز مثلا كذا او عايز حاجة او في قطعة غيار كذا، لقيتهم بيقولوا موجودة وبتتوفر، ودي حاجة كويسة ان هم موفرين قطع غيار الموتوسيكل من قبل ما ينتشر. وده مش اعلان للشركة والله، ده لو اعلان للشركة مش هقول سلبيات، لكن الموتوسيكل ده عن تجربة، الموتوسيكل ده بيمشي وبيمشي 130 مستريح. اتمنى ان انا اكون فدتكم عن بعض المعلومات عن الموتوسيكل TVS الاباتشي، ولو استفدت مننا في الفيديو ده ما تنساش دعمنا بلايك.